السلام عليكم. قالت قوات التحالف العربي أن ميناء الحديدة أصبح قاعدة عسكرية ونقطة انطلاق لهجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدة عودة خيار الحسم العسكري. هذا التصريح يأتي في ظل انتقادات من الحكومة لموقف الأمم المتحدة من عدم إرسال مراقبين إلى ميناء الحديدة للإشراف على عملية وصول المساعدات الإنسانية. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة وصف الموقف الأممي بالتهرب من المسؤولية وتجاهل صريح للقانون الإنساني الدولي، معبرا عن أسف اليمن الشديد إزاء عدم قيام الأمم المتحدة بدورها الحقيقي في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا يمثل موقف الأمم المتحدة الرافض إرسال مراقبين للإشراف على ميناء الحديدة في اليمن؟ وما هي الخيارات القادمة للتحالف العربي تجاه ذلك؟ إذن مجددا يعود الحديث عن الحديدة وميناءها في ظل ما يبدو أنه تمهيدا لدخولها ضمن خارطة الخيار العسكري. وفي خضم هذا الحديث ما تزال انتقادات الحكومة والتحالف للأمم المتحدة حول موقفها تجاه ميناء الحديدة محل تداور كبير في أوساط المراقبين. المعلومات أيضا تحدثت عن زيادة دعم إيران العسكري لجماعة الحوثي، الأمر الذي جعل عودة الخيار العسكري هو الثابت في تصريحات التحالف العربي. نتابع مشاهدين هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. الحديدة أكثر من مدينة وأوسع من ميناء، برزت إلى واجهة الأحداث في أعقاب محاولات روسية للضغط على التحالف والحكومة الشرعية لوقف العمل بخطط عسكرية لاستعادة المدينة. دعا التحالف الأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة لتجاوز حالة الجدل الدائرة بشأنه واحتواء الانتقادات التي تستهدف مخطط استعادة المدينة، لكن الأمم المتحدة رفضت هذا العرض. الرفض الأممي قوبل بالانتقاد من جانب التحالف العربي الذي شدد على لسان المتحدث باسمه اللواء الركن أحمد عسيري على ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الميناء، لكن دون إخضاعه للحماية بغرض التأكد من وصول المواد الغذائية والمساعدات إلى الشعب اليمني. سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أعرب عن أسف الحكومة حيال الموقف الأممي القاضي بعدم إرسال مراقبين إلى ميناء الحديدة، واعتبره تهربا من المسؤولية الملقاة على عاتقها وتجاهلا صريحا للقانون الإنساني الدولي. انتقاد الحكومة والتحالف للمنظمة الدولية له ما يبرره بنظر المراقبين في ظل ما يرونه أمثلة سافرة على ممارسات الميليشيا التي حولت المساعدات الإغاثية إلى جزء من اقتصاد الحرب الذي يطيل معركتها ضد السلطة الشرعية. الجدل الناشئ حول ميناء الحديدة اكتسب أهميته في ظل معلومات تحدثت عن أن إيران زادت من عمليات إرسال الأسلحة المتطورة والمستشارين العسكريين إلى جماعة الحوثي المسلحة، فيما نسب إلى قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني القول إن اليمن هو المنطقة التي تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية، وكسب معركة اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط. معلومات خطيرة ربما تفسر المغزى من وراء تأكيد التحالف العربي على أن ميناء الحديدة ستعود إلى كنف الشرعية اليوم أو غدا، ما يعني أن خطط استعادة الميناء تتجاوز مسألة فرض سيادة الدولة على أراضيها إلى مواجهة ما هو أخطر من ذلك، وهو تقصير أمد الحرب وإجهاض محاولات إيرانية سافرة لتحويل اليمن إلى مسرح للحرب بالوكالة ومنصة لتهديد أمن المنطقة. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش مع ضيوفي، وبداية أرحب بالدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ موقف الأمم المتحدة ورفضها إرسال مراقبين للإشراف على ميناء الحديدة في اليمن؟ مساء الخير. أولا يعني هذا ليس بمستغرب من الأمم المتحدة استراتيجيا وتكتيكيا. استراتيجيا للأمم المتحدة منظمة متهالكة، يعني منذ قبل بدايات الأمين السابق كان بيمون وغيره كان هناك مطالبات ومناشدات لإصلاح الأمم المتحدة، وحتى الآن الأمم المتحدة حتى تكتيكيا في الملف اليمني وللأسف موقفها يعني مخزي ومتهالك، وللأسف موقف الأمم المتحدة يتماهى مع مواقف القوى الدولية يعني وليس
ولا يمثل الشخصية الأممية للأمم المتحدة. هذا من زاوية. نعم. الزاوية الثانية، الأمم المتحدة تتخلى عن دورها الإنساني الرئيسي، لأن الحديدة يعتبر هو المعبر الإنساني المباشر للخدمات الإنسانية للشعب اليمني. هذا من جانب. الجانب الآخر، يوقف الأمم المتحدة وقوة دولية على الانتهاكات والسرقات والجرائم التي يقوم بها الانقلابيون. هذا الموقف المتخاذل من الأمم المتحدة طبعا ليس بجديد، ولكن قوة التحالف والشرعية في اليمن أرادت أن تضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها، المتحدة بمعنى الهيئة نفسها، أن تضع أمام مسؤولياتها القانونية والدولية والإنسانية. الجانب الأهم من هذا كله أن هذا يفسر حقيقة استمرار الانقلابيين على أعمالهم، لأنهم يرون هناك دعما إقليميا من إيران، ويرون أن هناك تماهيا وسكوتا يعني من الأمم المتحدة، هي التي يعني استصدرت قرار 2216 ولم تستجب له الانقلابيون، ولم تعمل شيئا مهنيا من أجل تطبيق هذا القرار. الجانب الآخر أن مبعوث الأمم المتحدة استخدم ليس النفس الطويل بل كل الأنفاس التي يمكن أن تستخدم في التماهي مع الحوثيين ومجارات الانقلابيين، وآخرها حقيقة اجتماعات الكويت التي دامت 80 يوم بتخذيل انقلابي مستمر. فأين الأمم المتحدة؟ لذلك التقرير عندكم أشار إلى نقطتين، نقطة حقيقة مهمة جدا. نعم. وهي فيما يتصل بالحديدة، أن 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 الحوثيون الآن أو الانقلابيون بوجه عام يعني لديهم إمكانات عسكرية تتوافد، وهذا طبعا دليل على أن هذا ممر وللأسف تستغل فيه الجوانب الإنسانية للتسلح، وأن إيران لا زالت مصرة على هذا الأمر. هنا حقيقة إذا تسمح لي أتوقف عند رأيي بالمعالجة. أنا أرى حقيقة أن اتخاذ الخيار العسكري طبعا هذا مهم وعمل، ولكن يجب أن يترافق مع التحرك الثنائي مع الجانب الأمريكي، لأن إدارة ترامب الآن لها موقف متشدد من الخروقات الإيرانية ومن الجرائم الإيرانية، والمملكة العربية السعودية كقائدة قطعت مرحلة جدا ممتازة في وضع مساحة للتفاهم مع الجانب الأمريكي، الإدارة الأمريكية الجديدة. نعم. الجانب الآخر الإدارة الروسية، روسيا يعني لها مساحة تفاهم جدا يعني مميزة مع المملكة في ملفات شائكة. الملف اليمني الموقف الروسي فيه يعني أكثر وضوحا بالنسبة للتحالف، هي مع الشرعية مع القرار ضد الانقلاب. لكن هناك دكتور أيضا يعني تحذير من قبل الموقف الروسي من أي تصعيد عسكري لقوات الجيش وأيضا للتحالف على ميناء الحديدة وأيضا المدينة بشكل عام، وبالمقابل أيضا الأمم المتحدة ترفض القيام بواجباتها تجاه هذه المحافظة وهذا الميناء. أين هي الحلول من هذا كله؟ شوف يا أستاذ كريم، أنا برأيي أن العمل العسكري يجب أن يستمر حتى تتم السيطرة على ميناء الحديدة كاملا، ويفتح الباب للأمم المتحدة مشرعا أن الأمم المتحدة تفضل للخدمات الإنسانية، وأي جهة تريد أن تقدم خدمات إنسانية يعني الشرعية وقوات التحالف سواء كقيادة للتحالف أو دول التحالف. نعم. لم تتوقف عن تقديم الخدمات الإنسانية، ولكن أنا أتابع حقيقة التقارير التي تقدمها قناتكم الموقرة، هناك ليس مجرد خروقات للانقلابيين بل حتى سرقات للمعونات الإنسانية التي تأتي للشعب اليمني، ومحاولة تجويع مناطق معينة للشعب اليمني. لذلك أنا برأيي، أنا أرجع وأقول الخيار العسكري بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الولايات المتحدة ومع روسيا من أجل أن نخطو معهم خطوة عملية هي التي تحرك الأمم المتحدة في اتجاه خيار أممي، ليس في خيار يعني هو مع الشرعية ضد الانقلابيين، بل مع الخيار الأممي مع قرار 2216. نعم. إذن دكتور استسمحك بالبقاء معي، سأشرك معنا أيضا في النقاش، سينضم إلينا من لندن المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. مساء الخير، أولا تصحيح، أنا في عمان وليس في لندن. إذن سيتم تصحيح، أهلا بك دكتور أو سيد عبد الناصر المودع. يعني بداية لو بدأنا من قراءتك لموقف الأمم المتحدة حيال رفض الإشراف على ميناء الحديدة في ظل يعني موجة من التباينات مع قوات التحالف في هذا الخصوص.
أولا تحية لك وللدكتور ماجد من الرياض. في البداية علينا أولا أن نعرف ما هي مهام الأمم المتحدة. نعم. بشكل عام الأمم المتحدة لا يمكنها من ناحية عملية أن تقوم بدور مثل هذا بالإشراف على ميناء الحديدة ما لم يكن هناك تفويض من مجلس الأمن بشكل واضح، وهذا التفويض لم يتم ولا أعتقد بأنه سيتم، لأن عمل كهذا يفرض على الأمم المتحدة أعباء لا ترى الدول الكبرى وتحديدا الدول الدائمة دائمة الأعضاء في مجلس الأمن. نعم. أنها بصدد تحمل هذه المسؤولية، لأنه إضافة إلى على افتراض أن هناك رغبة بأن يكون هناك إشراف من قبل الأمم المتحدة على الميناء، ماذا يعني الإشراف؟ هل يعني إرسال موظفين ليقوموا بدور إدارة الميناء؟ هذا يتطلب موظفين كثر، إضافة إلى ذلك يتطلب حماية لهؤلاء الموظفين، وهذه الحماية تتطلب جنود يتم إرسالهم تحت علم الأمم المتحدة. نعم. وهذه الأمور بعيدة جدا، يعني علينا أن نكون واضحين وواقعيين، بعيدة جدا عن أن تتحقق، لأن لا يمكن للأمم المتحدة في ظل الوضع الدولي الحالي وفي ظل نظرة الدول الكبرى للأوضاع في اليمن أن تفكر بإرسال جنود تابعين للأمم المتحدة، خاصة وأنه ليس هناك من دولة في العالم لديها الرغبة بأن ترسل جنودها إلى اليمن. أيضاً ومسألة التقبل لهؤلاء الجنود من قبل الانقلابيين المسيطرين على المدينة أصلاً. يعني هي هذه واحدة من التعقيدات. أولاً في حال كان هناك رغبة بإرسال جنود، هذه الرغبة ليست متوفرة حتى الآن، لا يمكن لجميع دول مجلس الأمن وتحديداً الدول الكبرى أن تقبل بفكرة إرسال جنود للميناء ليحموا الميناء أو حتى بإرسال موظفين، وبالتالي ليست القضية هنا علينا أن نصحح، ليست من واجب الأمم المتحدة، ليست ضمن مهام أو واجبات الأمم المتحدة. واجبات الأمم المتحدة ومهامها يحددها مجلس الأمن بشكل واضح، وحتى الآن ليس هناك من مهام بأن تشرف على ميناء الحديدة. هناك تم الاتفاق على أن يتم مراقبة السفن الداخلة إلى الأراضي اليمنية في جيبوتي التي تدخل إلى المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثيين، يتم مراقبتها في جيبوتي. هذه الآلية هي التي تتم حاليا. في حال كان هناك رغبة لآلية جديدة، هذه الأمور إما تتم بالتشاور مع سكرتارية الأمم المتحدة إن كانت ضمن نطاق صلاحيتها، أو يتم عملها من قبل مجلس الأمن بتفويض واضح ومحدد. ولا أعتقد في الوقت الحالي أن مجلس الأمن سيتخذ قرار بهذا الشأن. نعم. الأمر الآخر فيما تفضل. أكمل. تفضل. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية العمل العسكري في الحديدة. علينا أن لا نستبسط الأمور ونتعامل مع حرب لمنطقة فيها أكثر من نصف مليون نسمة ببساطة وبسهولة. الدول الكبرى تنظر إلى أي حرب في اليمن تقترب من المناطق السكنية بأنها خطرة جدا وبأنها ستخلق كارثة إنسانية. وهنا تمارس الضغوط على التحالف العربي والحكومة من يعني إطلاق أو انتزاع ميناء الحديدة من قبضة الميليشيا. إذن أين الحل سيد عبد الناصر طالما العملية العسكرية هي يعني ستعود بضرر كبير على المدنيين، وأيضا عدم وجود ما يضمن لبقاء هذا الميناء يعني بعيدا عن عمليات التهريب وغيره؟ يعني الحل أولا، نحن الآن القضية ليست قضية ميناء الحديدة، القضية هي مسألة اليمن، كيف نعيد الاستقرار والدولة اليمنية والوضع الطبيعي لليمن. كيف للتحالف وللحكومة أن يتجاوز هذه الضغوط؟ لا أعتقد بأن الضغوط ستستمر، خاصة وأن طبيعة الحروب في اليمن
الحروب في اليمن، لاحظنا في تعز، في المخا، في كل منطقة، هي ليست حروب خاطفة وسريعة، هي حروب من بيت إلى بيت، وبالتالي هذه بتؤدي إلى دمار واسع وبتؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة، إلى ضحايا كثر. لاحظنا مدينة المخا التي هي مدينة صغيرة جدا بالقياس لمدينة الحديدة، لم تنتهي الحرب فيها حتى الآن، يعني حول المخا، وكم هم الضحايا الذي خلفتها الحرب في المخا، فكيف هو الأمر في مدينة الحديدة التي بها أكثر من نصف مليون؟ والحوثيون من سياستهم في الحرب أنهم يتمترسون داخل المدن ومستعدون لأن تدمر جميع البيوت على أن ينسحبوا بكل سهولة ويجنبوا هذه المناطق الدمار. ولهذا الحرب في الحديدة لن تكون سهلة حتى من الناحية العملية، ليس هناك من قوات حقيقية وجاهزة للقيام بعملية واسعة وكبيرة في هذه المنطقة بعدها نقول بأنها سيتم الاستيلاء على الحديدة. ومن الناحية أيضا الاستراتيجية، حتى لو تم الاستيلاء على الحديدة، ما هي الفائدة الاستراتيجية؟ أنا لست مع من يقول بأنه في حال تم الاستيلاء على الحديدة هذا سيخنق الحوثيين وسيجعلهم يقدمون التنازلات وينسحبوا وغيرها من هذه الاستنتاجات. هذه استنتاجات غير واقعية ولا تدرك ولا تقرأ طبيعة هذه الميليشيا. الميليشيا الحوثية لا تكترث حتى لو سيطروا على جميع الساحل اليمني. من الناحية الاقتصادية سيفرضون جمارك في أي منطقة تصلها أيديهم. هم حاليا يفرضون جمارك في داخل صنعاء، البضائع التي يتم جمركتها في عدن أو في الحدود اليمنية السعودية يتم إعادة جمركتها داخل صنعاء، وبالتالي الكلام بأنه في حال تم السيطرة على ميناء الحديدة فسيتم حرمان الحوثيين من مصدر مالي كبير، هذا غير صحيح وغير واقعي، لأنهم سيفرضون جمارك في أي نقطة، سيفرضون جمارك في باب الناقة، سيفرضون جمارك في مناخة، في أي مكان تصل يسيطرون عليه، وبالتالي ليس هناك من جدوى عسكرية، ليس هناك من جدوى سياسية. علينا أن نفكر ألف مرة قبل الإقدام على حرب في منطقة سكنية ضخمة لنجنب فيها المدنيين الذين هم أهلنا ومن كل الأطراف. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الناصر المودع. أعود بسؤال إلى ضيفي الآخر الدكتور ماجد التركي. دكتور ماجد، يعني ضيفي الآخر المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع تحدث أن يعني لا جدوى لعملية عسكرية في الحديدة، خصوصا يعني أن الحوثيين لن يقدموا أي تنازل في حال سقطت هذه المدينة أو عادت إلى حاضنة الدولة، فقط أن الحرب هي ستخلف يعني ضحايا بسبب الكثافة السكانية في هذه المدينة. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ والله شوف، أنا أولا أقدر التحليل الذي قدم الأستاذ عبد الناصر، يعني أقدر هدوءه، أقدر محاولة نظرته الشمولية، ولكن بالسياق الذي يتحدث عنه يعني كأننا نسلم الأمر ونتوقف ونترك الحل للزمن، وإن كان لم يقل هذا الكلام، ولكن لا، هو الأفاق السياسية يعني تبدو منعدمة، وأيضا يعني الحلول العسكرية ليست هي الحلول المجدية، خصوصا يعني أن الميليشيا لن تقدم أي تنازل بعودة هذه المحافظة إلى حاضنة الدولة. شوف، الآفاق السياسية موجودة، ولكن الحوثي غير مستعد الآن لهذه الآفاق، لأن الداعم للحوثي لم تتغير استراتيجية اللي هي إيران، لذلك هناك عدة أعمال متوازية. هناك عمل مع القوى الدولية تجاه إيران لتقليم أظافر إيران إقليميا، وبالتالي ينعكس هذا على الداخل اليمني من جانب الحوثي. أما قضية الحديدة، أنا استمعت إلى كثير من الزملاء من اليمن كمحللين، وتناقشنا مباشرة على موضوع الحديدة. يعني وجهات نظرهم تختلف عن وجهة نظر الأستاذ عبد الناصر، بأنها فعلا منفذ حقيقي للحوثيين، وإن لم يكن هو المنفذ الوحيد. حينما تغلق عليهم باب أفضل من يكون عندهم 10 أبواب، فأنت كل ما تغلق عليهم باب تضيق عليهم الخناق، وهذا فتح الباب لهم
لن يجعلهم يتسامحون ولن يجعلهم يرفعون الضرائب عن الناس. هم أصحاب هدف ورسالة فوق مصلحة اليمن وفوق شعب اليمن. حينما تحدثنا عن الجانب العسكري، لست عسكريا حتى يحدد النقاط المطلوبة، ولكن فيما يعني سمعت من التكتيكات العسكرية المقترحة هو ضرب القوة المغذية للسيطرة الحوثية على مدينة الحديدة، وليست حربا شاملة. لكن دكتور، يعني إذا ما تحدثنا عن يعني نقاط القوة التي يستند إليها التحالف العربي يعني هذه المرة، وأيضا في ظل إصراره على إطلاق عملية عسكرية لتحرير ميناء الحديدة رغم يعني تحذيرات من الأمم المتحدة ورفضها، كيف تقرأ ذلك؟ والله شوف، أنا ودي الآن أنحي موضوع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة كان فقط الطلب منها هو الطلب الإنساني أن تشرف إشراف وليس بحضار قوات يعني مسلحة مدرعة، وفقط إشراف على كإشرافهم على جيبوتي لا أكثر ولا أقل. قوات الشرعية ستكون موجودة، هي ستقدم الحماية. القضية أن هناك إشراف على أن الميناء لا يستغل استغلال في خارج نطاق الأهداف الإنسانية. أما الجانب العسكري فإن نعرف أن الشرعية يمنية ولا يمكن أن تقوم بعملية عسكرية ليست في صالح الشعب اليمني إطلاقا. وكل ما تأخرنا حقيقة، كل ما مكننا الانقلابيين وجماعة الحوثي من التمترس أكثر حقيقة. لكن ما هي نقاط القوة التي يستند إليها التحالف العربي هذه المرة؟ أولا الإنجازات على الأرض في المناطق اللي تم حقيقة تحريرها، وإن كان زميل عبد الناصر يقولها لم تتحرر كاملا ولكن هذه مناطق مهمة. الجانب الثاني التوجه السياسي الدولي، يعني روسيا وأمريكا الآن ليست كالأمس بالنسبة للموقف من إيران، وهذا مساعد بدرجة كبيرة جدا. ممكن في مرحلة من المراحل ينتقل هذا الملف إلى مجلس الأمن وسيجد يعني دعم من الجانب الأمريكي والجانب الروسي بأن يكون لمجلس الأمن قرار يدعم تحركات الأمم المتحدة. الآن الوضع اليمني هو وضع مأساوي، يعني احنا وللأسف نتابع حقيقة يعني التحركات الدولية، نتابع مثل الاتحاد الأوروبي، منظومة الاتحاد الأوروبي ومواقفها السلبية. لكن يعني دكتور في ظل هذه المعطيات، يعني هل ثمة ترجيح بأن يعني المسار العسكري أو العودة للمسار العسكري هي الخيار الأمثل، خصوصا مع يعني الانسداد الواضح في المسار السياسي؟ هو شوف، المسارات يجب أن تمشي متوازية. المسار العسكري يجب أن لا يتوقف مع المسار السياسي، وكلما كان عندك ضغط عسكري ويعني ستجد أن هناك يعني استجابة سياسية من الانقلابيين، هذا لا يشك فيه. ولكن حين يرتاحون عسكريا ستجدهم أكثر تعنت. يجب الأمر يمشي بتوازن حقيقة، تواصل مع القوة الدولية، مع الأمم المتحدة، خيار العسكري، الحراك السياسي، هذا كله مطلوب حقيقة. ولكن أنا أتصور أن هذه لم تغب عن قوة التحالف ولا عن الشرعية. هناك يبدو لي أسرار بالداخل اليمني يعني هي التي تعوق كثير من الأمور. يعني هناك أسرار، يعني أنا حقيقة لا أخفيك، يعني كنا في روسيا وكان هناك يعني نخبة من اليمن، وكان هناك مبعوث الدولي في اليمن ولد الشيخ، يعني أسمع كلاما حقيقة يعني ما أستطيع أن أعبر عن تعبير واضح وصريح، ولكن كأن أدوات معالجة الملف اليمني وللأسف يعني ناقصة حتى في الإرادة الأممية. يعني حتى في خيار إلزام الجانب الحوثي لا زال الموقف الأممي وممثلة، وإن كنت على المستوى الشخصي لا زال متراخي. وضحت الصورة دكتور. سادي بس هي نقطة واحدة. المؤلم أن التعاطي الأممي مع الملف اليمني يساوي بين الخصمين، بين الشرعي والانقلابي، وهنا الخطأ الكبير. نعم، إذا وضحت الصورة دكتور ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية والروسية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، يعني هل سينجح التحالف والحكومة هذه المرة من تجاوز يعني الضغوط الرافضة لإطلاق ولانتزاع ميناء الحديدة من قبضة الانقلابيين؟ يعني نعود إلى نقول ماذا تريد الحكومة؟ تريد أن تخرج الحوثيين من الحديدة
يعني هذه العملية كما ذكرت لك هي ليست سهلة. إذا كانت الحرب في داخل مدينة تعز لها أكثر من ما يقارب السنتين وهم لا زالوا في عدة كيلومترات، تعرف أخي العزيز إن كنت تعرف مدينة تعز بشكل جيد أن منطقة الكمب الرئاسي الذي يسيطر عليها الحوثيون والحرس الجمهوري لها أكثر من سنتين وهي محاصرة، وحتى الآن لم يحدث فيها أي تقدم، ونحن نتحدث عن مربع لا يتجاوز مئات الأمتار، فكيف هو الحال أن يتم التفكير بأنه سيتم انتزاع الحديدة وهكذا وكأننا سننتزع تفاحة من شجرة بسهولة دون أن نقطع الشجرة بالكامل؟ هناك مدينة بها 500,000 أو أكثر، وحول مدينة الحديدة هناك تجمعات سكنية في حدود 1,000,000 نسمة مع مدينة الحديدة، أي حرب سيتأثر بها هؤلاء مباشرة. وكما تلاحظ وكما يلاحظ الجميع، الحوثيون في حروبهم داخل المدن لا يخرجون من المدن، ليسوا لا يتصرفون كقوة مسؤولة، بمعنى أنهم في حال ما يشعروا بأن هذه الحرب ستكلف المدينة الدمار وستكلف المدنيين المزيد من الدماء، لا يفكرون بمسؤولية وينسحبوا ويسحبوا مقاتلهم، بل على العكس يتمترسون داخل هذه المناطق، وبالتالي أي عملية عسكرية ستؤدي إلى كارثة إنسانية في هذه المنطقة من العالم. علينا أن نقرأ المسألة كما أيضا يقرأها الآخرون وليس كما نتمناها. الآخرون يروا والمنظمات الدولية والأمم المتحدة وكثير من الدول الكبرى ترى بأن الحرب في التجمعات السكانية بالطريقة اليمنية، أقول بالطريقة اليمنية الذي خلاص أصبح، هل ما زال الخيار السياسي مرجح للعودة إذن سيد عبد الناصر؟ الخيار السياسي سيظل في الأخير هو الخيار المتاح، ولكن أقول أنا أنه ليست أي عملية عسكرية في أي مكان لها جدوى، يجب أن ننظر للأمور بنظرة أكثر شمولية. العملية لها سنتين منذ بداية الحرب وحتى الآن تحتاج إلى مراجعة شاملة، أولا تحديد ما هو الهدف الرئيسي، لكن أيضا الخيارات السياسية مع هذه الجماعة لو عدنا إلى ما قبل يعني سقوط الدولة بأيديهم، الخيارات السياسية أمامهم جميعها مسدودة. يعني هذه هي المشكلة، أن هذه الجماعة منذ البداية هي ميليشيا لديها أجندة، بل حكم والسيطرة الوحيدة والشمولية، هذه هي طبيعتها، علينا أن نتعامل معها بهذا الشكل. على الجميع أن يحدد الهدف، ما هو الهدف من الصراع مع هذه الجماعة، وما هي الوسائل الصراع. وسائل الصراع هي كثيرة، الشق العسكري ينبغي أن يكون الشق الداعم الشق المؤيد، ولكن حاليا يبدو أن هناك تخبط، هناك عدم وضوح في الرؤية في إدارة العملية بشكل عام، أحيانا توضع الأمور لدى مخططين ينظرون إلى المسألة نظرة قاصرة وجزئية، ينظرون إلى مثلا مثل ما حدث أنهم نظروا إلى مسألة السيطرة على باب المندب ولم يفكروا أن هذه السيطرة لن تكون كاملة، ونحن لا نشهد الحرب أصبحت في المخاء والمندب حرب استنزاف مستمرة ولم تحسم حتى الآن، ولا يبدو أنها ستحسم في المستقبل القريب، وربما يتم الدخول إلى مناطق جديدة وتصبح حرب استنزاف دون أن يكون هناك حسم. المسألة تريد إعادة نظر، وإعادة نظر بالاستراتيجية بشكل كامل، وليس النظر للأمور بشكل جزئي، مدينة الحديدة أو ميدي أو المخا أو نهم أو صرواح أو غيرها. تريد المسألة تفكير واسع، وهذه حتى الآن ليس هناك من ما يوحي بأن هناك تفكير بهذا الشكل. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، أشكر أيضا ضيفي الآخر كان معي من الرياضة الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية.
إذن مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه.